هذا الطفل يحلم بمقعد يدرس فيه ورفاق درب يلعب معهم ومدرسه تحتويه لكن حلمه مهدد بالسرقه بعد القرار الذي يدعو الى عدم قبول تلاميذ السنه الاولى من التعليم الابتدائي لعدم توفر النصاب الضروري. المدرسه هذيك كانت تقبلنا كل عام في تلامذة الموجودين على كل لأن حقنا باش نقراوا فيه وباش نستقروا في ارضنا اللي التالي عنده 100 هكتار هو مش يستثمر فيها نتيجة ظروف وماديات ناقصة لكن على الأقل المدرسة عملوا لي لنا قرار من 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 المندوبية من عارف الراجع بالسلطة فهمتني لله العليا كوزير يخرج قرار يقول لك ما تقبلوش البريمير اني بريمير ما تقبلوش معناها اللي عنده وليد ولا أربعة عندهم أولاد اللي كانوا يقبلوا فيهم في السنوات الفارطة معناها تهجير قصري تخرج من ارضك وتخلي ديارك فهمتني الله ومتابعك وتمشي تسكن ما يهمناش فيك وهذه الفتاة التي انقطعت عن الدراسة بسبب الظروف القاسية التي تعيشها في منطقتها حلمها ليس بالكبير بطلت من الباك ظروف مادية و... ما عندناش نحب نلقى حل كل كل عباد الكل معناها نحب خدمه نحب كيما البنات الكل نحب حل اللي هنا أنا اللي هنا انا, أنا حب نرجع. نحب نرجع نقرا ونحب نعود نقرا ونحب نلقى خدمه ونحب خاطر في الصخيرة عندنا برشا معامل ما شاء الله ولكن احنا اللي هنا من نحن لسنا بعيدين عن مركز الولايه مئة كيلومتر فقط هنا اولاد السروج من معتمديه الصخيره منطقه منعزله لا تتوفر فيها ابسط ظروف العيش الكريم طرقات منعدمة ماء منقطع وعائلات احتارت حتى في السؤال حاجتنا بكياس يربطنا بالمعتمدية معناها الوسائل النقل من <applause> <أكت sobrenum> أو... وسائل النقل ما يلقاش كيفاش باش يوصل بها البلاد العبد وسيلة النقل وسيلة النقل والمياه الصالح للشراب عندنا هنا بطنس قاص تقريبا عندها خمسة ولا ست شهور باش الناس ما ما ما, تنزحش من البلاد تو نخرج لبرا نوريك قداش عندنا تقريبا سبعة ثمانية ديار هنا فيهم أربع ديار خلي وأربع ديار مسكونين يعني خمسين في المية من العباد نزحت من البلاد الكل واحد يبيع الأرض وواحد يمشي يخدم مرمى غادي باش يسكن في البلاد على أساس على خاطر ما ثماش وسائل نقل والنقل والله تتصوري حتى اللي عنده كهرباء لا يهزنا ما يهزناش على خاطر حنا جايبنا شورهم جايبهم شو. هاك هو الحقيقة الحقيقة ما مش كياس وهزك عرض الدينار يهزك بعشرة الحقيقة هذيك هي الحقيقة والله ينزلوني من الكهرباء وبنتي نزلوها من الكرهبة نحب كياس نحب يعيشوا صغارنا قعدنا في الريف البرة لا نقل لا كياس لا حتى شيء بنتي والمية وال كان كيف نعمل والله يسال نجيبه من الابيار على على السترنات كان جبنا شربنا كان ما جبناش انا عطاش مشكل الماء مشكل مشترك في الصخيرة ففي منطقة صبيح يعاني الأهل من انقطاع كلي ومتواصل للمياه ومعاناة كبرى في تأمين أدنى حد في الاستعمالات الضرورية للمياه تعملوا ما عرف جبونا المي عطاش عندنا عام صحيح ما العباد كل جسر تجيب جبنا بالكهرباء ناخذ في كل يوم ناخذ في بيد المي وكل يوم في كل يوم كل والله ما تجيش الكره بقعد عطشان اني حاطني في المركز يجي حد يقول عطني شرب نقول حال الله ما عنديش والله كان نرد بل... نرد السنه غديك نجيب الساعه مر نتاع مر ما يجربش لا تشرب العباد وكان زبايته تعرفي و... والمستوصف بلاش المدرسه بلاش احنا زاد كنا قاتلنا نطش طش يتكون... تتكون تتكون الجمعيه المائيه الطول... على طول شبكه 120 كيلومتر تمتد على طول 120 كيلومتر عدد المشتركين 1500 عائله المؤسسات عندنا 14 مؤسسه تربويه عندنا اربع مستوصفات اربع مساجد مكتب بريد دار شباب جمعيه المعاقين وكل مضم يشكو من انقطاع الماء الصالح للشراب نظرا لانقطاع الماء الصالح للشراب بصفه مستمره منذ افريل 2013 وبصفه جزئيه قبل قبل افريل 2013 نحن نطالب الشركه الوطنيه للتوزيع المياه والسلطه المعنيه بضروره توفير الكميه المطلوبه والتي لا تقل عن 16 عن 600 متر مكعب في ال 24 ساعه علما واننا قمنا بعديد المراسلات ولم نتوصل الى حل جذري الى حد هذه الساعه. كنا صبيحه خضر تعد 6000 ساكن فهمتني 6000 ساكن شنو مصيرهم من غير من غير مئة بينما في قص الماء مثلا في صفاقس نص ساعه في يعلم عليك في قصه بينما يجي هنا يقص عليك خمس شهور من كاستيون هذه علاش هكا؟ وعن انقطاع الماء الصالح للشراب، اعرب لنا السيد حسين بالشيخ، رئيس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم الساقس الجنوبية، ان هذا الانقطاع ناتج عن نقص في الموارد المائية، وقد ارادت الشركة تدعيم هذه الموارد من المجمع الكيميائي بالصخيرة، لكن تم ايقاف هذه الاشغال من قبل مواطنين للضغط على المسؤولين من اجل ادماجهم للعمل في المجمع، واجراءات ضخ كميات اضافية من الماء لمنطقة صبيح ما زالت قائمة. من معضلة الماء إلى معضلة الخدمات الإدارية ومركز البريد هذا لا تهدأ حركته كامل أيام الأسبوع 24 متر مربع لا تفي بحاجة السكان ولا هي في حجم العمليات المقدمة يوميا حيث تفوق 9000 عملية اكتظاظ ذاق المواطنون ذرعا به مطالبين السلطة المعنية بحلول عاجلة من أهل الصخيرة اللي ما ثماش اكتظاظ في المركز البريد. ما في مركز بريد ما ثماش اكتظاظ سي ماذا بلا لا. اليوم... اليوم اليوم ما ثماش انا يعني العديد المرات نجي نشد صف ويصير الوقت ونمشي الخدمه ونسلموا في المهام تاعنا في الاداريه ونرجعوا نهار اخر ونهارين وثلاث باش على ورقه الضوء اللي هي بسيطه ولا ورقه ما... لا... 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 سناد ولا انا صغيره مهمشه قاعده مهمشه من من قبل مش من من تو كما تشوف البريد المواطنين كيفاش وهذا يعني نقص اول حاجه المكان وحتى الاطار زاد تعبين ياسر ناقصين والله وسط برشا مرات يعدوا الفتره كامله من الصباحيه ومسائيه وهم هني باش يلبوا طلبات المواطنين ما مقصرين لكن عندهم نقص في الاطارات حلول من شانها ان تحسن الخدمه للمواطن وتضمن اريحيه العمل للاعوان وربحا اضافيا للبريد التونسي البوسته حتى بمنطقه الربح للدول الوطني للبريد كان يكبروا بالسخيره العقليه اللي عندي انا تاكد المداخيل نتاع البوسته باش تتطور معناها مرتين وثلاثه بو كانت ماشيه حوايج مغلوطه قبل شنو هو البوسته 24 متر كاري انا قصتها اون 2010 ماشيه في تونس على اساس 48 متر كاري البوسته نتاع الصخيرة لكن توصل تتوسع انا اللي نوعد به ان باش تتطور الايرادات نتاع الديوان الوطني البريد للدوله باش تتطور مرتين وثلاثه انا وصلت كلمت حتى مسؤولين في تونس قلت لهم نعمل لكم انجمون انا اللي كان توصل البوستة نتاع السكينه داخل اوبجيكتيف واحد مواطن كيفاش باش تخدموا دي برمي 30 ما فيهاش دي جورني نتاع اكتظاظ من, من, من واحد لثلاثين تخدم عندي اقوى شركات في تونس لهنا جروب شيميك هذه نحكي لك عليه انا خدمتها من 2010 نجم نعطيك باركري المستشفى المحلي بالصخيره حاله لا يختلف كثيرا عن حال مركز البريد فضاء خارجي مهمل نقص في الإطار الطبي وشبه الطبي ونقص في العمال بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تتم فيها تقديم الخدمات للمواطن ثم ممكن حاجة أخرى للرونس بالنسبة لنا رغم أن منطقه معناها ذات بوان دو على مستوى جي بي ان جي بي طريق رئيسي رقم واحد رقم اثنين لذلك معناها حوادث المرور معناها متعدة ومع ذلك المسافه على صفاقس اقرب نقطه لصفاقس نزل صفاقس 100 كيلومتر معناها تنقص الصمي عندنا سياره غير مجهزه عندي جي عامين بقد كان مشكله فيش مشكله في الاطار الاطار الطبي وشبه الطبي نقصي معناها بقت مش مجهزه عندها حكايه عامين وبقى المسافه بالنسبه للمريض باش نقوموا باسعافه من الصخيره لصفاقس صعيب الصميم تاع صفاقس إذا كان باش تعرضنا لصفاقس إذا كان يعمل به تعرضنا في طينه معناها مع البعد المسافه مع اذا كانت تبدا الحاله حرجه ما تكونش الظروف نتاع اسعاف المريض على احسن وجه. السبيطار هذايا فيه برشا نقائص وما وما شفنا حتى شيء معناها حتى بعد الثوره فما تحسينات سبيطار هذا ما فيش حتى تحسينات ندوروا التالي يشبه الغابه تالي كل الحشيش بالأجناب معناش معناها لا شكون ينظف لنا لا عندنا دي معناها باش ينظفوا للبر على فكره وما زاد الطين بله هو عدم توفر التجهيزات اللازمه لانقاذ مريض او حاله خطيره او تقديم خدمات صحيه على الوجه المطلوب. اسبيطار فارغ ما في <applause> شيء. ريتي حيوط اكهو. تخش تو تجي حاله تو ها بصو... معناها تجيش حاله بالصدفه تخش باش تعدي ما عندنا شيء عندنا الا ميزان السخانه ولا نقيش وما نفد الدم عندنا عامين من غير راديو جت اباري جديده صحيح ركبوها بقت ما زالت حاليا تو مش مفعول بالنسبه لقسم الاسنان مشكله ثانيه باقي في الكراسي محل الحين تلي جاء محل كرسي جديد نتاع واحد بقى كرسي ما يكفيش وطبيب واحد دونتيست ما يكفيش عندنا سيرفيس انتير من قبل الثوره مسكر ما يخدمش المشكله فيش مشكله في النقص تاع البيرسونيل مجهز من كل شيء ما جميعه قام المدير الجاي جديد مشكور دهنه السر 24 سرير فيه بقت الاطار الشبه الطبي ناقص في السبيطار عندنا سيرفيس انترن ما تحلش وما نصورش انه مازال باش تحل القسم الداخلي هو تم احداثه في سنه 1998 لم لم يقع ادماجه ضمن طاقه الاستيعاب وهذه الاشكاليه اللي خلى القسم ما انت ماهوش في وضعيه قانونيه في ديسمبر 2012 وقت قدم سويت الوضعيه وخذيت قرار الاستيعاب وهو راهو تو ماشي باش يقع فتح نتاعه وواحد وكل شيء صحيح يعني المعدات اللي كانت في المؤسسه ما كانش تادي خدمات نتاعها بصفه متواصله وواحد لكثره العطب سيد وزير الصحة العمية وسيد المدير جاوي مكننا من اقتناء عديد المعدات تقارب تقريبا 300 مليون الأشعة قسم الأشعة بالديفلوبرز كرسي أسنان جديد بالنسبة للمخبر ألة بيكا كونترو جلوبيلير يونو جرام فني سامي في حفظ الصحه في السبيطار والبرة، معناها مسؤوله على المستوصفات مسؤوله على المحلات العموميه بانواعها الكل مسؤوله على المؤسسات التربويه الكل من روضات الليسيات وحدي ما عندي حتى حد معايا اما اني ما عنديش موين دو ترونسبور متوفر لي في كل مره باش نعمل التورني نتاعي باقي معناها باقي نواجه في برشا صعوبات حتى كي حاصل معناها عملنا اورغانيغرام الاورغانيغرام ما طبقش علاش خاطر ما فماش كرهبة معناها كرهبة لي باش نمشي نقوم بها بالمهمة متاعي زي اليوم أنا لصقت مع طبة معناها زملائي وبقيت في الحمادة هذه معناها مستوصف كما كلمت زميلي باش جاني روح بيا احنا عندنا نشاط عندنا طبيب يخرج للمستوصفات عندنا قابلة تخرج للمستوصفات عندنا الطب المدرسي وعندنا هي وعندنا زوج سيارات احنا اه نعملوا برنامج ونخرجوه باش يقوموا بالاكتيفيتي نتاعهم معناتها وما ثماش معناتها حاجه اللي تعطل الخدمه حتى لي ستاتستيك اللي عندنا في اللي توصلنا ما عندناش حاجه اللي هي ماهيش ماشيه في العمل وضعيات هشه يعاني منها بعض العمال في المستشفى وطريقه العمل بالمناوله ما زالت ساريه المفعول دون حلول جذريه بالله انا يعني نخدم في المناوله تو قداش لي أنا من قبل الثوره من قبل الثوره فهمتني جت قالوا تنحت المناوله كذا ولا نخدموا يعطوا فينا 213 الف لا سيناسياس لا شي. حتى شيء ما ثم حتى شيء وانا عندي بنيه معاقه وشيء بعزوز والله شيء بابا يعمل انا تو وضعيه ونركب بعيد على السخيره نسكن بعيد على السخيره 20 كيلومتر الناس الكل سوت وضعيتهم ما اعرفش كيفاش الحارس الملف نتاعو توجه للوزاره الاولى يرجع له يرجع لنا الوثيقه نتاعو مش يقع تسويت الوضعيه نتاعو انا نتابع فيها بنفسي والعاملات. العاملات هكا كتبنا فيها هي الوضعيات من 2000 من سنه 2000 وقع باعتبار المستشفى في ذلك الوقت ما يقدرش باش يدفع المناوله ولا المستشفى هو اللي خلص فيهم وتماداو كيما هكا ليومنا هذا هذوما يخلصوا ما, يخلص ما عندها رقم مصاريف واموره واضحه بقى كان يجب يكون الوضعية احسن من هكذا. وضعيه قسم الولادات هي نفس وضعيه المستشفى ككل في مكان ولاده الحياه تغيب كل مقومات الحياه في غياب من يساعد على اعطاء الحياه اللي ماترنيتي سيتي انيرجونس ما تصيرش معناتها 100 كيلومتر على السونترال مفهمش قابله موش معقول شوفوا لنا حل يا خويا في في مشكله يعوضوا يجيبوا دي ساج فام جدد معناها موش معقول تو احنا نخدموا تروا دو نتاع البي اف وانا نتاع الكارد شويه وصلنا نخدموا 48 اور فهمت ما حتى تعب لا كونجيات لا حد شيء معناها فريمون يسرع علينا مع لي كونديسيون تاع الخدمه اول حاجه البي اف التنظيم العائلي ما يخدمش ليكيب موبيل ما يخدمش خاطر ما عندناش قوابل عندنا تروا إيه؟ ما حبوش يعطونا تعويض نهزوا لصفاقس ما رمدونا زاد خاطر ياسر عليهم أن ما حبوش يقبلوا علينا ليساج فهم فام ان ان سير تروا وهما تروا برك معناها نقص مش نورمال ونساء ولا تو لا تنظيم ولا يصبروا ولا يراقبوا الحبال نتاعهم خاطر ما فماش ساج بالنسبه للماتيرنيتي اله لتصوير النساء وتعاقدنا مع طبيب آآ يقدم عيادات ما بعد الظهر لمده ست, ست ساعات في الاسبوع مش يقع بناء قسم توليد بسته اسره ومخبر أه أه مخزن الادويه ومسكن وظيفي للمدير التنظيم العائلي أه يولي عنا الفضاء الماتيرنيتي القديمه مش يولي غاديكا مش يقع استغلال مش يقع استغلال وهو ثم فضاء لكن مش يقع تحسينه بفضاء نتاع قسم التوليد رانا كاطار طبي وشبه طبي وإدارة بالمكونات الإدارية بالمدير نتاعنا رانا مواسين العمل وجاهدين على خاطر هذه بلادنا ماناش باش نسلموا فيها ماناش باش نبخلوا عليها بالظروف بالإمكانيات اللي عندنا راهو تأكدوا ويكونوا متأكدين للمواطنين مش نبخلوا وراهو بالعكس يحزننا باش نرجعوا مواطن ونقولوا له القابلة ما ثمش ولا نقولوا للتحليل الفلاني ما ثمش ولا نقولوا ما ثمش راهو يا ألم يعصر يحصر الواحد يعصر قلبه باش يقول هالكلمة مشاكل بالجملة هنا في معتمدية الصغيرة ومسألة حياة أو موت تطفو على السطح وهي مساله الماء الى جانب عديد العراقيل التنمويه الاخرى التي يعاني منها الاهالي ثوره لم تؤتي اكلها لا في المناطق البلديه ولا في مناطقها الداخليه في انتظار حلول عاجله لقناه القلم الفضائيه كانت معكم اميره مقني من معتمديه الصخيره سفكس